مرحبا. اليوم رح نعمل مع بعض كيك بالموز. نفس الشيء اذا عندك كميه موز ممكن بلاش تشتري رح تخرب، ممكن نعملها كيك ونخلص منها باسرع وقت. حطيت انا هوني معلقه ونص بيكنج باودر وكوب ونص سكر، بعدين هون رح اضيفهم بعدين، وحنحط كوب ونص حليب باودرز، وحنحط زبده حوالي 260.5 جرام، انا هوني دوبتها وجهزتها. رح نحط نص معلقة شاي ملح، وحيستخدم 5 موزات. تمام، رح اخلط هون البيكنج باودر مع الحليب المجفف مع الطحين. هلا رح نحط الزبدة مع السكر ونخلطها، وبنفس الوقت رح ندوب رح نكبس الموز ونهرسه. رح احط الملح كمان فوقهم واهرسه مزبوط، وبنضيف 4 بيضات فوق السكر وبنخلطهم منيح. شوفوا كيف البيض بيعطي السكر طريقة مثل كأنه كريمي، هذا اللي بيخلي الكيك معنا ينفش طريقة كتير طيب. هلأ بكب خليط السكر، أعطيني معلقة، كله فوق الموز. هلأ بنجيب طحين وبنكبه. هوني انا دهنت القلبين بالزبدة والطحين، والحلو بهذا الكيك انك تعمليه هون بقلبين، خصوصا المستطيل بيطلع كتير مهضوم بس تقصيه، انه يكون صغار ما يكون كتير متين لانه ما بيطلع حلو ابدا. هلا بنصب الكيك بالقلبين. انا هون فرمت كم حبة لوز بهاي تبعت العصارة عشان تعرفوا، لحطهم فوق هذا الكيك بهاي الطريقة، بس فوق كيك واحد عشان في ناس بتحب بالمكسرات وفي ناس ما بتحب. تمام، فراح اعمل واحد بالمكسرات وواحد عادي. رح ندخلهم الفرن على 165 حراره، نحطهم بالوسط طبعا حوالي 20 دقيقه بالكثير. وهيك بعد ما خلص معنا، لما مشي ال 20 دقيقه ولعت من فوق عشان حمره، وهي اللي اجت معنا طبقه اللوز. هقصه بعدين شوفوا كيف هش ما احلى، خفيف كثير بالطعم وكثير لذيذ. هاي كانت طريقتنا لعمل كيك بالموز. يعطيكم العافية على المتابعة، ما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.